بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين قلوبهم للتقوى
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم إن الذين ينادونك ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم
والله غفور رحيم. يا والله عليم حكيم.
المؤمنون إخوة فأصلحوا
يا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب ما
وَلَقَدْ